السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوتي أخواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ صحة لاباس؟ نتمنى تكونوا بخير. اليوم إن شاء الله بغيت ندير لكم فيديو ديال لي بروجيكتور ديتيكتور. لي بروجيكتور ديتيكتور اللي أكثرية كيعرفهم، هادي بروجيكتور ديتيكتور باش نوضح لكم أكثر. بروجيكتور ديتيكتور كما كتشوفوا هما هادو، هادي بروجيكتور ديتيكتور اللي كيداروا قدام الديور، قدام المحلات. علاش؟ لأن وقت اللي كيدوز شي حاد ولا كيكون شي شفار ولا شي حاجه كيشعل. وهذا البروجيكتور ديتيكتور اللي كيكونوا فيها ثلاثه ديال لي ريغلاج، اللي فيها التوقيت وفيها الموفمون يعني على حسب لا سونسيبيليتي، وفيها ما بين الليل ونهار. هاد ثلاثه ديال لي ريغلاج اللي كاين في الديتيكتور دو موفمون. بالنسبه للاكثريه اللي تيطلبوا مني في التعاليق كيقول لك علاش ما كديرش هنا لي فيديو ديال لي بروجيكتور ديتيكتور. اليوم جبت لكم هاد لي بروجيكتور ديتيكتور اللي فيه ديال 10 واط وفيه ديال 20 واط وفيه ديال 30 واط. البروجيكتور كما قلت لكم هادو خدامين بالنسبه لقدام، بحال قدام الدار، خدام في الجرده. هذا فيه ديتيكتور، هذا حساس يعني وقت اللي كان البروغرامي التوقيت اللي كتلقى هنايا فيه من 5 سيكون حتى 10 دقائق. هذا البروغرام فيه من 5 سيكون حتى 10 دقائق، وفيه 180 فلونغل، فيه 180 دوغري فلونغل. وهذا التوقيت فاش كان بروغرامي، يعني البروغرام ديال هاد الديتيكتور شنو هو؟ الوقيته اللي كيشعل كيريح يا 5 ثواني 10 دقائق يا دقيقه، المهم على حسب البروغرام ديالك وكيطفر راسو. هادشي باش مزيان الديتيكتور نورمال. كما قلت لكم هذا اللي فيه ديال 10 الواط واللي فيه ديال 20 واط، وكتلقى نفس البروغرام، البروغرام ديال الموفمون، البروغرام ديال التيمر، البروغرام ديال ما بين ليل ونهار. هذا البروغرام ديال ما بين ليل ونهار باش نشرح لكم اكثر، اللي هو يعني الا درت فيه البروغرام ديال الليل ما يمكنش يشعل بالنهار، واخا يدوز شي حد قدامه ما يمكنش يشعل، والا درت فيه النهار يعني غيشعل بالنهار وما يشعلش بالليل. يعني في جوج ديال لي بروغرام، كان بروغرامي هي بالليل يا بالنهار، ولكن اكثريه كنحتاجو حنا بالليل، يعني ما كاينش علاش نبروغرامي بالنهار. وبالنسبه كما قلت لكم لا سونسيبيليتي بالنسبه للموفمون، يعني فاش الى باش ما كنقصوا ليه في الموفمون راه علاش؟ لان كيدوز شي قاشي ماش ولا كيدوز شي حاجه كيبدا يشعل، حنا غنقصوا ليه مزيان باش غير وقت اللي داز شي حد اللي هو بحال شي شفار ولا شي واحد جاي دق الباب ولا اوتوماتيكمون كيشعل. هذا هو لي بروغرام ديال لي ديتيكتور دو موفمون. وعندنا ديال 50 واط. وبالنسبه لهاد لي بروجيكتور كما قلت لكم، هاد لي بروجيكتور الاثمنه ديالهم رخاص. الاثمنه ديال هاد لي بروجيكتور اللي هو كيبداو من 145 درهم حتى ل 240 درهم. وهذا ديال 50 واط، هذا في النوار وفيه نفس البروغرام. هذا دابا فيه نفس البروغرام اللي هو البروغرام ديال الموفمون، البروغرام ديال التيمار ديال التوقيت، والبروغرام ديال ما بين ليل ونهار. وهادي بروجيكتور اللي هما تيقلبوا عليهم الناس بزاف، ولكن ما اكثريه ما تيعرفش بلي راه كاينين. وحاجه اخرى اللي كاينه، كاينين حتى لي بروجيكتور اللي يمكن ندير ديتيكتور بوحدو وندير البروجيكتور بوحدو. يعني كاين ديتيكتور اونكاستري بالنسبه للي عندهم الفور بلافون، بغيت ندير ديتيكتور اونكاستري، راه كاينين لي ديتيكتور اونكاستري، وكاينين لي ديتيكتور ابارو، وكاينين لي ديتيكتور اللي كيداروا ميغال، وتتلقى فيه نفس البروغرام كيكونوا فيه 3 ريغلاج اللي هو ديال الموفمون وديال التيمار وديال ما بين الليل ونهار، يعني في الاونكاستري وفي ابارو وفي ميغال. ولكن بالنسبه للناس اللي ما عندهمش طريقه كيفاش غادي نركب هنا هذا البروجيكتور مع الديتيكتور يكونوا سيباري، كناخذوا حنا هنا بروجيكتور اللي هو انتيغري. هذا بروجيكتور انتيغري اللي تيكون فيه ديتيكتور دو موفمون وتيكون فيه ليد. يعني هذا البروجيكتور اللي ما كيكونسومي حتى شي حاجه، هذا الليد هذا اللي فيه 10 ديال الواط. يعني كاين اللي كيحتاج اللي عنده ليسباس بزاف كيبغي ديال 50 ولا ديال 30، وكاين اللي ما عندوش ليسباس بزاف كياخذ ديال 10 واط ولا ديال 20 واط. وبالنسبه للطريقه ديال التركاب ديالي راه ساهله. هذا بالنسبه الكتريسيان كيجي كيفيكسي السيبور كما كتشوفوا، هذا هو السيبور ديال الفيكساسيون اللي يمكن نفيكسيه في هاد لابوزيسيون هادي بحال هكا بالسيبور. وهنا كنعطيه الفاز اون نوتر بلوس لاتير، يعني تروفو ان 5 خدام به مزيان. وبالنسبه للطريقه ديال ديتيكتور دو موفمون، هاد ديتيكتور دو موفمون اللي كتوريونتا، يعني يمكن اوريونتيها للجهه اللي بغيت. يعني بالنسبه للبروجيكتور يمكن نعطيه لهاد لافاس باش يشعل ديك الجي، من ديتيكتور دو موفمون عندي المشكل ديال الموفمون كيكون في هاد الجي. يعني البروجيكتور بغيت يضغو ليا على اليمين ديالي كما كتشوفوا هنايا، والديتيكتور دو موفمون بغيت يشد ليا على اليسر ديالي، هو هذا. يعني يمكن نحركو فيما بغيت، هذا كيت اوريونطا لتحت والفوق وعلى اليمين وعلى اليسر، يعني في اربعه ديال الحوايج اللي في هاد الديتيكتور دو موفمون.
والطريقه ديال التركاب ديالو كما كنقول لكم راه فاش كيركبوا الكتريسيان كيبروغرامي لكم يعني كيسولكم كيفاش بغيتوا الديتيكتور دو موفمون يخدم. واش بغيتوا يكون الا كان الموفمون شي حاجه قليله حساسه قليله يعني كيشعل البروجيكتور، ولا بغيتوا الا داز شي واحد يعني شي شخص يعني المهم بالنسبه للناس، ولا حيت فاش كتزيدوا في هذا البروغرام ديال الموفمون الا داز غير كما قلت لكم شي مشترك كيشعل يعني ما كاين ما حسن نقص مزيان. وبالنسبه للتوقيت راه كيسولكم كيقول لكم على شحال من التوقيت بغيتوه، واش 10 ثواني واش دقيقه واش جوج دقائق عاد يمكن ليه يطفى. المهم هذا الشيء كامل اللي كاين هنايا راه وقت اللي كيركب تريسيان هذا البروجيكتور راه كيبروبوزي عليك كيقول لك كيفاش بغيتي هذا، والطريقه ديال ما بين الليل ونهار. يعني كنصحكم باش ديما تبروغراميو الكتريسيان باش يبروغرامي هذا البروجيكتور باش يشعل غير بالليل، يعني بالنهار راه ما غنحتاجوش. وهذا الشيء اللي كاين، وهذا الفيديو درته على حساب الناس اللي خليو لي تعليق في الفيديوهات الاولين اللي قالوا لي لا علاش ما كديرش هنا لي فيديو ديال لي بروجيكتور ديتيكتور، اليوم قلت علاش لا ما نديرش لكم الفيديو ديالو. وكما ديما كنقول لكم انا كنتسنى الدعم ديالكم، وما تنساونيش من لي كومونتير، واي حاجه بغيتو تستشروا معايا فيها مرحبا، وكنتمنى لكم التوفيق.